أعطني مسرحا أعطك شعبا مثقفا، العبارة الأشهر التي قيلت بحق المسرح، حيث يعد المسرح أول فن من الفنون التي عرفتها البشرية منذ القدم، فهو يجسد الواقع ويعالج المشكلات بطرق متنوعة. الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون ووزارة التعليم وقعا اتفاقية في منتصف عام 2018 تضمنت تفعيل المسارح وتطوير النشاط المدرسي في جميع المؤسسات التعليمية. ونظرا لأهمية المسرح في حياة الشعوب، نظمت الهيئة بالتعاون مع إدارة النشاط بوزارة التعليم ورشة عمل بقاعة المعلمين في مدينة صبراطة. نحن الآن في صدد تفعيل اتفاقية المبرمة بين الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون وإدارة نشاط مدرسي عن طريق وزارة التعليم. هذه الاتفاقية التي تحمل 9 بنود كلها تصب في تفعيل مناشط 3 وهي الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية، لنرى أو لنجد بلورة أو بوتقة تنطلق منها هذه أو فعاليات هذه الاتفاقية كي تعود على التلميذ والطالب في مدرسته بالنهاية. الورشة استهدفت كلا من مديري مكاتب النشاط المدرسي ومديري مكاتب الهيئة بالساحل الغربي. تناول فيها الحضور آلية تفعيل الاتفاقية الموقعة قبل أكثر من عامين والعمل على تنظيم ندوات وورش عمل تدريبية للبدء الفعلي في تطبيق الاتفاقية. اليوم في صدد ورشة العمل وبناء على الاتفاقية المبرمة بين سعادة رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون ومعالي وزير التعليم المبرمة يوم 15/5/2018 هنا لتفعيل هذه الورشة. نعرف جيدا أن المسرح له دور كبير الحقيقة في تفعيله. حرم هذا المسرح أكثر من حوالي 30 عام. نحاول أن نكرس كل الجهود الحقيقة عن طريق مدراء مكاتب الخيالة والمسرح والفنون بالساحل الغربي، كذلك مدراء النشاط بمراقبات التعليم لإحياء هذه الاتفاقية، ويكون بإذن الله ببداية الموسم الدراسي الجديد هناك نشاطات بإذن الله تكون في بداية الموسم عن طريق هذه الورش. الورشة ناقشت أيضا وضع خطط سنوية لإقامة المسابقات الفنية لصقل مواهب الطلبة، بالإضافة إلى العمل على تطوير المسارح وقاعات الفنون بالمؤسسات التعليمية ودعمها بالكوادر الفنية اللازمة.